Installing Active Directory users in computers. كونسول كتير مهمة وأساسية تقدر بلش أنا my project. ولكن قبل ما بلش بهيدي الانستاليشن I need to make sure of the following. أول شغلي اسم السيرفر يلي هو الدومين كنترولر عندي مسمى صح مثل ما أنا بدي، حاطت الـ IP addresses بطريقة جدا صح، عامل update للسيرفر، كمان عامل activation للسيرفر. فكرة تانية كمان كتير أساسية، قبل ما بلش بالانستاليشن I have to make sure أنه أنا كمان عندي backup عن السيرفر قبل ما أعمل أي شيء، لأنه once أنا مشيت بالإنستاليشن وحبيت أني أرجع للستاتس الأولى يلي هي ما قبل الإنستاليشن للأكتف ديركتري I cannot go back sadly، أو إذا بدي أعمل uninstallation حيكون في كتير عندي traces من الإنستاليشن اللي عملتها قبل. فإذا بمعنى تاني هيدا البروسس إذا ما زبط حيكون destructive، فمشان هيك نحنا يستحسن أنه ناخد سناب شات بالVMware Workstation، وبالحقيقة أنا لازم يكون في عندي backup copy عن السيرفر. كمان شغلة تانية، قبل ما أنا أعمل proceeding with the installation I have to make sure أنه ما في عندي ولا أي remote access من other users على قلب المشين، لأنه بدي أعمل several restart وحيكون في عندي deep configuration للسيستم. كمان شغلة كتير مهمة يستحسن أني أنا أعمل restart للسيرفر تأتأكد أنه كل الثريدز مطفيين وما عندي ولا أي access على هيدا السيرفر. ومن بعد الريستارت أكيد أنا حأعمل backup، وطريقة الباكأب حتكون هي أني أنا أخذ snapshot بالVMware Workstation. بعد ما قلع السيرفر عندي وصار جاهز انا اكيد بدي اعمل لوجن، حاختار الباسورد يلي انا استعملته، حاعمل لوجن على قلب الويندوز سيرفر 2019 يوزينج ذا ادمنستريتور اكاونت. اكيد انا لازم اكون ادمنستريتور يوزر تو بيرفورم ذس انستاليشن. تاني شغله انا بحاجه اني اعملها اكيد من قلب السيرفر مانجر بمجرد ما انا طلعت عندي، I need انا to click on add roles and features. اكيد انا فيني اطلع على المانج من فوق واقول له add roles and features. بغض النظر حاكبس على واحدة منهم حيفتح لي الدايلوج بوكس اللي موجود عندي هون. شو بدك تنزل؟ رول ولا فيتشر؟ طبعا انا الهدف اني نزل الاكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز، فاذا بمعنى تاني I need to install a role. طبعا هون عم بيعطيني شوية information انه انت لازم الادمنستريتور اكاونت يكون عنده strong password، النتورك setting يكونوا كلياتهم تمام، ولازم يكون السيرفر معمل له configuration بالIP statically. اكيد مش عم بياخد IP automatically، كل السيرفرز بشكل عام نحنا منعطيهم IP static، ما منعطيهم ابدا IP dynamic، لانه اذا وقف عندي DHCP اللي عم بيوزع لهم IPs معناته I lost access on the servers. So make sure it's always static، وهذا الشيء اللي احنا حطيناه. You can skip this by default، بس انا حخليها. حقول له هلأ next. طبعا هون عم بيخيرني اني انا استعمل role based or feature based installation ولا remote desktop services installation. انا I need to install a role، فاذا حخلي اول choice. حقول له من بعدين next. اذا كان في عندي انا several servers بقلب هذا الدومين فيني اختار يلي بدي اعمل installation عليهم. انا بهالحالة عندي only one يلي هو انا locally موجود عليه. Select the server، بقول له next. طبعا من بعدها انت هون بدك تنقي مين هي الرول يلي انت بدك تنزلها. اكيد الرول يلي انا بدي نزلها هي تحديدا اسمها Active Directory Domain Services، فاذا بعمل كليك عليها، وبمجرد ما عملت كليك عليها بيقول لي انه هيدي الرول ما بتشتغل الا ما تنزل معها هدول الفيتشرز. بقول له اكيد ما عندي مشكله. نتذكر الاكزامبل تبع المطبخ، المطبخ ولا يمكن انه يشتغل اذا ما كان في عندي ستوف او اوفن. بمجرد ما اخترت هيدي الرول، طبعا انا في عندي غيرها نحكي عنهم بعدين كل وحده بوقتها، I can انا install additional roles at the same time، ولكن I do truly prefer انه انا ما نزل الرولز الا one by one. يعني بمعنى تاني اذا قررت اني بعدين نزل انا الريموت ديسكتوب سيرفيسز، بنزل اول شيء الاكتف دايركتوري، ومن بعدها برجع بنزل الريموت ديسكتوب سيرفيسز، برجع من بعدين بعمل next. بمجرد ما عملت next بخلي كل شيء هون محطوط باي ديفولت. عم بيقول لي انه هون بده ينزل الفيتشر تاعت الجروب بوليسي معه، بقول له اكيد ما عندي مشكله. ريموت سيرفر ادمنستريشن تولز كمان حينزلوا، كمان ما عندي مشكله، حخلي كل الاشياء مثل ما هن باي ديفولت. برجع بكمل وبقول next. هون حيقترح علي اذا انا بدي استعمل الازور اكتف دايركتوري يلي هي عباره عن تول انا بقدر اعمل كونفيجريشن ثرو اونلاين سيرفيسز، ولكن هيدا الموضوع نحن بنتركه لكورسات ثانيه. برجع بعدين بعمل next، بترك كل شيء باي ديفولت. طبعا هون حيقترح علي انه اذا كان هو بحاجه انه يعمل ريستارت اوتوماتيكلي اعمل تشيكينج على التشيك بوكس. اكيد انا فيني اختاره بشكل انه بصير بيخلص لحاله، ولكن I would prefer اني انا ما احطه وامشي ستيب باي ستيب. حقول له انستول، وبمجرد ما انا قلت له انستول I have to wait until the installation is over، ومن بعدها بنشوف شو حنعمل. بعد ما خلص عندي الانستليشن انا حقول له كلوز، ومن بعد ما بقول له كلوز حلاحظ انه انا بالسيرفر مانجر على الفلاج طلعت عندي هيدي السيمبل. هيدي السيمبل بتقول انه انا I have to promote the server to a domain controller.
طبعا هيدي الاوبشن هي سوبر اساسيه نحن تنقدر نعمل انستليشن للاكتيف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز مانجمنت كونسول. حكمل فيها انا بالفيديو القادم.